4 Unit 1A Where is my new t shirt? 1. Look and listen. Karen, where are you? Here I am in my room. Where's my new t shirt? Let's look for it. What color is it? It's green. Is it in the wardrobe? No, it isn't. Is it on the bed? No, it isn't. Is it under the jeans? No, it isn't. Look! Here it is. It's under the chair. Page 5. Exercise 4. Listen, point, and read. Dress. Shoes, Jeans, T shirt. The book is in the bookcase. The book is under the wardrobe. The book is on the desk. Phonetics. Listen and read vowels An, fan, tap, hat, egg, hen, pen, let in, tin. Thin pin on hot top shop under Uncle Fun Hut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي بالأزهر النموذجي معاكم مستر صبر ياسين ودي قناة سبيشال يوز تيوب أتمنى لو دي أول مرة تشوفوا القناة تشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد هتناول معاكم إن شاء الله بإذن الله شرح كتاب سمارت منهج سمارت اللي هو منهج المستوى الرفيع المقرر على الأزهر النموذجي، وسنة تانية ابتدائي عندنا تسعة وحدات كل وحدة متقسمة لجزئين، الوحدة الأولى عندنا الجزء الأول فيها اسمه وير إز ماي نيو شيرت وزي ما أنتم سمعتوا في الإنترو من شوية عندنا البنت الكبيرة دي لها أخت صغيرة شقية حبتين. متعوده زي كل طفل صغير في كل بيت انه ياخد الحاجات ويرميها هنا وهنا 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 ويدوخ الكبار عليها فراحت لاختها الصغيره وقالت لها كارون وير ار يو يعني انت فين فعمله زي البريئه بتقول هي ام ان ماي روم يعني ها, ها انا ذا في حجرتي يعني انا في الاوضه بتاعتي فقالت لها وير از ماي نيو تي شيرت فين التي شيرت بتاعي الجديد قالت لها Let's look for it هيا نبحث عنه. What color is it؟ ما لونه؟ ما لون التيشيرت؟ يبقى أنا لما أحب أسأل عن لون شيء معين أقول What color is it؟ فأختها قالت لها It's green لونه أخضر. بعدين قالت لها Is it in the wardrobe؟ هل هو في الدولاب؟ قالت لها No it isn't لا مش في الدولاب. قالت لها Is it on the bed؟ هل هو على السرير؟ قالت لها نو اتزنت ليس على السرير. قالت لها is it under the jeans؟ هل هو تحت البنطلون الجينز؟ قالت لها نو no, اتزنت وبعدين في الاخر خالص قالت لها لوك انظري هير is ها هو ذا اتس under the chair انه تحت الكرسي. دي المحادثه باختصار. بعد كده عندي listen آه listen لس آه Point and read ده اللي هو اللي احنا سامعينه في الانترو من شويه. بعد كده عندي underline the correct answer ضع خطا تحت الاجابه الصحيحه. Number one, where is your dress? اين الفستان؟ in the wardrobe ولا under the wardrobe؟ طبعا الاجابه هتكون in the wardrobe يعني في الدولاب يعني مستحيل تكون under the wardrobe اللي هو تحت الدولاب ما ينفعش. Number two, where are your shoes? أين الحذاء؟ أين حذائك؟ الإجابة هتكون under the bed، لأنها مستحيل تكون on the bed، لأن مفيش حد بيحط الشوز الحذاء فوق السرير. نمبر 3، where are your jeans؟ أين البنطلون الجينز بتاعك؟ in the bed ولا on the bed؟ أكيد الإجابة هتكون on the bed، فوق السرير وليس في السرير. واخر حاجة نمبر 4 where is your t-shirt أين التيشيرت الخاص بك هتكون الإجابة under the chair تحت الكرسي مش in the chair لأنها ما تنفعش في الكرسي دي كانت صفحة رقم أربعة في كتاب student book نجيب صفحة رقم خمسة هنبص هنلاقي exercise 4 listen point and read عندي كلمة dress كلمة شوز، كلمة جينز، كلمة تيشيرت، زي ما احنا لسه سامعين شوية في الإنترو. بعدين عندي the book is in the bookcase يعني الكتاب في خزانة الكتب، زي ما انتم شايفين في الصورة دي. The book is under the wardrobe، الكتاب تحت الدولاب. آخر حاجة the book is on the desk، الكتاب فوق. المكتب زي ما انتم شايفين في الصوره exercise 5 look at the pictures ask and answer عندي هنا خمس صور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وعندي هنا بعض البنات والأولاد بتكلموا مع بعض مفروض إن كل اتنين مع بعض واحد هيسأل والتاني يجاوب بناء على الصور اللي موجودة عندي يعني مثلا الصورة الأولى اللي هي دي هيجي طالب مع زميله ويتكلموا مع بعض يقول له مثلا Where is the cat زميله يرد عليه يقول له It's on the chair أو طالب تاني يسأل يقول Where are the shoes أين الحذاء وتكون الإجابة They are under انهم تحت الكرسي طب عندي الصوره الثانيه لو هسال سؤال هقول ايه هقول where are the books اين الكتب وتكون الاجابه they are they are ها. under برافو under the table they are under the table وكذلك هتعبر برضو على الصورة الثالثة والصورة الرابعة الصورة الخامسة، كل اتنين مع بعض يسألوا أسئلة بناءً على الصو الخمس صور اللي موجودين قدامكم. عندي اكسرسايز 6 اللي هو ده بيقول لي ريد آند كومبليت، اقرأ وأكمل. Is the cat hmm, the chair؟ هكتب هنا إيه؟ Is the cat hmm, the chair؟ لو بصيت على الصورة دي وهنا كاتب لي في الإجابة No, it isn't. No. it isn't يبقى انا هكتب هنا ايه مثلا عشان الاجابه تكون no it isn't ليه لان القطه on the chair فانا لما اسال لو كانت under the chair هل القطه تحت الكرسي تكون الاجابه no it isn't لا ليست تحت الكرسي السؤال اللي بعد كده نمبر 2 بيقول لي are the pens طبعا اداه الاستفهام اللي احنا عمالين نستخدمها في الدرس ده اسمها where معناها أين معناها أين They are on the desk دي الإجابة number three are the shoes on the floor قال yes they are فطبعا هتكون الإجابة on the floor يعني هل الحذاء فوق الأرضية أو على الأرضية yes they are number 4 وآخر حاجة the dress is the wardrobe the dress is إن الفستان في الدولار اخر حاجه عندي في الصفحه دي جزئين عندي جزئين جزء خاص بالفوناتكس وجزء خاص بالبانكتويشن بي punctuation بيقول لك باختصار ان انت في اخر الجمله الخبريه تحط نقطه وفي اخر الجمله الاستفهاميه تحط علامه استفهام او كويستشن مارك زي الجمله اللي عندي الاولى بيقول لي كيرين از هابي كيرين سعيده دي جمله خبريه بحط نقطه السؤال اللي بعد كده بيقول لي وير از ذا تي شيرت ده سؤال بادئ بعدت تفهم لي وير بضع كويشن مارك او علامه استفهام عندي الفوناتكس بيقول لي and read وبتكلم عن الفاولز اللي عندي خمس حروف متحركه في الانجليش الاي والاي -E والاي والاو واليو وجايب لي بعض الكلمات زي ما انتم شايفين في السطر الاول الشورت اي وعندي الشورت اي -E. السطر الثاني الشورت اي السطر الثالث الشورت أو في السطر الرابع وآخر سطر اللي هو السطر الخامس الشورت يو طبعا هنا الحرف المتحرك بنطقه في الشورت إي آن فان تاب هات شورت إي إج هن بن لات الشورت أي إن تن سن بن الشورت أو أون هاط توب شوب الشورت يو أندر أنكل فان هنبص برضو نظرة سريعة على كتاب الورك بوك التمارين اللي موجودة في كتاب الورك بوك اللي هو الحروف اللي ناقصة دي انتم ممكن تعملوها بأنفسكم من خلال النظر لكتاب student بوك تمارين سهلة مفيش فيها أي حاجة أول كلمة كلمة هات جينز تي شيرت دريس شوز bed wardrobe chair table bookcase exercise 2 بيقول لي circle the odd word ضع دائرة حول الكلمة المختلفة number 1 dress table jeans hat طبعا الكلمة المختلفة هتكون table طب ليه table هي الكلمة المختلفة عشان عندي dress فستان jeans بنطلون jeans hat قبعة دي حاجات أنا بأرتديها وبلبسها لكن التيبل اللي هي الترابيزة أنا ما ينفعش ألبس الترابيزة ووصل بالترابيزة نمبر تو بيد بوك كيس تيبل شوز الكلمة المختلفة هتكون إيه؟ برافو هتكون كلمة شوز ليه؟ لأن البيد والبوك كيس والتيبل دي حاجات مصنوعة من الخشب الشوز شيء بنرتديه ومش مصنوع من الخشب اوصلها بشوز. نمبر 3 Chair Under In On الكلمة المختلفة هتكون آخر حاجة Chair ودولي حروف جر لكن Chair معناها كرسي مش حرف جر ووصلها بالكرسي. بعد كده بيقول لي The bag is the chair لو بصينا في الصورة دي The bag is a the chair The bag is under the chair. The bag is under the chair. Number two, the t-shirt is, hmm, is in the wardrobe. The t-shirt is in. The t-shirt في ال wardrobe. في الدولاب. Number three, the blue jeans are hmm, the bed. The blue jeans are زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم is on the bed.

ثاني هنا بشرح الجزء الخاص structure أو الجرامر النحو بتكلم عن where is وبتكلم عن where are وإمتى أستخدم where is وإمتى أستخدم where are لو بصينا هلاقي بستخدم where is لما أكون بسأل عن شيء مفرد وبستخدم where are لما أكون بسأل عن شيء جمع ولو السؤال بـ where is طبيعي الإجابة تكون it is ولو السؤال بـ where are لازم الإجابة تكون بـ they are هنبص كده على السريع على الـ exercise 4 put where is and where are it is and they are أول سؤال نمبر 1 نقط ذا boys لو بصيت على كلمه بويز هلاقي في اخرها حرف الاس وبالتالي مفرد ولا جمع الكلمه اللي اخرها اس معروف انها كلمه جمع يبقى هاخد وير از ولا وير ار برافو هاخد وير ار يبقى نكتب وير are وطالما السؤال بوير ار يبقى الإجابة هتكون على طول زي آر. عشان تبقى آر هنا في الإجابة و في السؤال نمبر تو نقط the ball طبعا كلمة ball كلمة مفرد ولا جمع كلمة مفرد يبقى أقول where is يبقى هنكتب مع بعض ويبقى الإجابة هيكون إيه برافو هتكون it is بعد كده عندي كلمة the box برضو كلمة إيه كلمة جمع يبقى هكتب where إيه از ولا ار برافو هتبقى الاجابه وير ار وبالتالي الاجابه هتكون زي ار عندي كلمه باج كلمه مفرد ولا جمع طالما مفيش في اخرها حرف اس تبقى كلمه مفرد يبقى هكتب وير is طيب نقط under the table هكتب ايه؟ هكتب it is طب ليه مش هكتب they are لان السؤال كان بوير is نقط the جينز طبعا جينز كلمة زي ما انتم شايفين فيها حرف الاس يبقى هكتب where are وهنا in the wardrobe هكتب السؤال كان بوير are يبقى الإجابة بthey يبقى استفدنا ايه من الكلام من التمرين ده استفدنا ان لو انا عندي كلمه جمع زي كلمه the boys كلمه the بوكس كلمه the جينز زي ما انتم شايفين حرف الاس ده بيخلي الكلمه جمع لما يكون اخر الكلمه حرف الاس يبقى انا هختار where are طب لو كان السؤال بوير ار يبقى الاجابه تكون برضو بذي ار طيب لو انا عندي بقى كلمه مفرد زي كلمه بول Bag. في الحالة دي هتكون أداة الاستفهام بتاعتي ب where is والإجابة ب it is. Where is والإجابة it is. آخر حاجة عندي هتكون choose and circle. exercise 5 choose and circle. where the students لو بصيت على الإس اللي في آخر كلمة students معناها إن الكلمة دي مفردة ولا جمع؟ بالظبط كلمة جمع يبقى هاخد where a is ولا well, r. بالظبط R هي اللي مع الجمع الاجابه السؤال كان بوير ار يبقى الاجابه بايه اكيد طالما في ار في السؤال يبقى اكيد برضو ار في الاجابه زي ار أم ار ذا شوز وات ولا وير ومكتوب في الاجابه زي ار أم ذا لو بصينا على الصوره زي ار under the table واداه الاستفهام هتكون وير اللي معناها اين Number 3 الصوره رقم 3 امم ايه الزكاه طبعا هختار وير والاجابه هتكون اتس ايه اون ذا تشير ولا اندر ذا تشير برافو هتكون اتس اون ذا تشير نمبر 4 وير ذا ماوس وير از ولا ار طبعا ماوس واحد مفرد يبقى وير از والاجابه اتس ذا بيد اتس اندر ذا بيد وبكده نكون وصلنا لنهاية البارت 1 أو الجزء الأول من الوحدة الأولى في كتاب سمارت لي الصف الثاني الابتدائي لو الحلقه عجبتكم اتمنى تضغطوا لايك للفيديو لان ده بيرفع من مستوى الفيديو واكون شاكر جدا لو عملتوا شير مع زمايلكم وشكرا لحسن استماعكم اتمنى اكون قدمت لكم حاجه او اضفت لكم جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته